السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا كلكم بخير. معاكم هدير صديق، هاشتاج ست المذيعة. هي العصافير اللي مش عايزة تسكت دي. نزلت اكلمكم من تحت البيت. خلاص بقى، يعني الواحد طبعا زهقان من قعدة البيت، فممكن بينزل يقعد في الجنينة تحت. احد طبعا طالع من غير بقى ميكب ولا بتاع، ونزللكم بالإزدار زي ما انتوا شايفين عادي جدا. كنت عايزة اقول لكم ان في جملة دايما بقولها لكم كده، ان بعد فضل ربنا الحمد لله ان انا بوصل وبيكو كل حاجة ومن غيركم ولا حاجة. عايزة اقول لكم، الناس اللي بتقعد تتكلم على برنامج لحظة ندم، عايزة اقول لكم برنامج لحظة ندم كانت نقطة تحول ليا كبيرة جدا. مش هنتكلم ان البرنامج عشان هو سوشيال، لا خالص، ولا هو مثلا، احنا مش بنتكلم في حجم البرنامج نفسه. نقطة تحوله كانت بالنسبة لي هي حاجة واحدة، اني وصلت للناس اكتر. شفت كل حد كان عنده بلاء محدش يستحمله، شفت مشاكل محدش يعرف عنها حاجة، شفت ناس كانت محتاجة، شفت ناس كانت عايزة رأي، شفت ناس عندها بلاوي كتيرة قوي كانت محتاجة مني اني انا بس اقف جنبهم بعد ربنا. طبعا محتاجين كانوا دكاترة ان هم يقفوا جنبهم ويقولوا لهم يتصرفوا ازاي. شفت كوارث في المجتمع ما كنتش متخيلها، كنا دايما بنسمعها، بنشوفها في الجرايد في التلفزيون، وما بنصدقش. بس لما عشت الواقع المرير ده قد ايه كان هو نقطة تحول، خلاني اعيد حساباتي في حياتي حتى الشخصية، مع ولادي، مع بيتي، كل حاجة، كل حاجة بجد. كان هو على الاقل عرفني قيمة حاجات انا ما كنتش اعرفها، خلاني اعيد حسابات. الناس بتقول ان انت كده بتنشري الجرايم وكده مش عارف ايه، وبتشتم، وما عنديش مشكلة اشتموني، ما عنديش ادنى مشكلة، لان انتوا بتزعلوا من الحقيقة وانتوا مش عايزين تعرفوا الحقيقة، مش عايزين تشوفوا المشاكل اللي في مجتمعنا، مش عايزين تحسوا قد ايه ان احنا عندنا مصايب وكوارث، وكل واحد عنده مشكلة ما ينفعش انها نستهون بيها، لازم نحلها. في ستات بتحصل عندها كوارث وبتعمل كوارث، وبيحصل جريمة قتل مجرد انها ما سمعتش نصيحة حد. ممكن قبل ما تعمل الحاجة دي بقوا يرجعونا، انا حاسة بكذا كذا كذا وعندي المشاكل الفلانية، قبل ما بتغلط الغلط برجعت لنا. قد ايه انا حسيت ان انا سبت بصمة كويسة عند الناس دي، ان هم واثقوا فيا فرجعوا لي قبل ما يحصل الكارثة. كان الاول ان انا بكلمكم في البرنامج بس بطريقة صريحة زيادة عن اللزوم. بقيت اكثر تحفظا في كلامي، عشان خاطر ما تبقوش زعلانين مني، عشان انا بحترم برضو حجابي وبحترم حيائي كبنت. بس فعلا فعلا الحاجات دي، قد ايه الناس دي محتاجانا، قد ايه محتاجة رأينا، قد ايه احنا بنسيب علامة عند الناس دي. فما بنشرش القصة من فراغ، لا، انا عايزة افرحكم، انا عايزة ابقى سبورت ليكم. ممكن تكونوا انتوا مش هتخافوا ترجعوا لحد قريب منكم، انا بعيدة ولا تعرفوني ولا اعرفكم، بس كل اللي انا هعمله ان انا هقف جنبكم واساعدكم ان انتوا تعدوا وتتخطوا المرحلة دي، او انتوا عندكم مشاكل اسرية في البيت، ولا توصلوا لحالة من الطلاق ولا انفصال ولا الجرائم، ولا مثلا الست اللي تتصرف غلط، ولا الراجل اللي يتصرف غلط، ايا كان الجنس نفسه هو اللي هيبقى وحش او ايا كان من ده. كل الكلام ده الناس محتاجانا، بلاش ننشر الطاقة السلبية، احنا بننشر الجرائم اللي احنا بنتكلم فيها وكده عشان ناخد بالنا. دي بالنسبة لي انا بخليكم تتعظوا ان بصوا النهاية كانت ايه عشان ما توصلوش للحظة الندم دي. كان حتى بناء على اختيار اسمنا للبرنامج ان ما نوصلش للحظة الندم. اتمنى ان كنتوا تفهموا نقطة زي دي كويس جدا، وتعرفوا ان انا بساعدكم، مش بنشر الاخطاء الناس لمجرد اني عايزة شو وشهرة والكلام ده. انا كده كده مذيعة بقالي فترة كبيرة، واشتغلت في تلفزيون كذا مرة الحمد لله. فبالتالي مش مستنية اكيد الكام فيو اللي انتوا هتعملوه على البرنامج ده، لا، انا ده عايزة اكبر بيه،
هو ده اللي انا عايزه اوصل بيه، ان انا احل مشاكل الناس كلها وابقى قريبه منكم وتبقوا قريبين مني. انا لو عليا ان انا هاجي احل لكم المشكله دي في بيوتكم هاجي احلها. انا ما اتمنيش ان يكون حد عنده مشاكل في بيته او عنده مشكله ما كبيره، او يكون هو حتى مش عارف ينام الليل، ولا هو عمل جريمه وضميره بانه مش عارف يحلها ازاي. صدقوني انا نفسي اعمل حاجات كتير قوي، نفسي اساعد المحتاجين اللي هم غير مقتدرين. حتى ده احنا ماشيين في كل الناج ده، ان احنا نبقى جنبكم. اتمنى اكون خفيفة عليكم، واتمنى ان انتم تتابعوني وان انتم تعملوا سبسكرايب على قناة اليوتيوب لبرنامج لحظة ندم ولهديور صديق، وما تنسوش الهاشتاج بتاعي ست المذيعة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.